الحروب تعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برد في العالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده صفلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سواب فضل لنا هذا الحبيب يا قلب سروره قد توالى بحبيب أما لنا من أوالى جل أشرف الوجود بنور ومر الكون بهجته وجمالا فترقى على مقام وتناهى في مجده وتعالى أهدت الخلود في مجلته بشرا كاملا يزيح الضلالا ومن فوق علم ما قد رأته الفتى وهم في سؤوله وكمالا فسبحان الذي برز من حضرة الامتنان ميزته أمس في اللسان ويعرفت عن كل معانيه عزيز علي ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجاءته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم قد هدي إلى صراط مستقيم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجحل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم هذه منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشرت في الروح في المهد والمرض اللهم صل وسلم لأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها فيه العدل الكمال وقام بحق الرؤية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فيا باسط في قلبي نور سرته
تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا صحبة المجد بكربه، وتفيعوا زل شرف الأسر بود وحبه، ما عتر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم شر الصلاة والتسليم على يا حبيبي.